مذبحة أبو سليم، والتي قضى فيها أكثر من 1200 سجين نحبهم في سجن أبو سليم، غالبيتهم الساحقة لم تكن لديهم أي انتماءات سياسية أو حزبية، وتهمتهم الوحيدة هي الصلاة في جماعة بالمسجد. القبضة الأمنية الحديدية للنظام السابق كانت تطال كل شيء، حتى الدين والعقيدة التي تطاول عليها رأس ذلك النظام في عدة مناسبات، وهؤلاء الفتية شهداء مجزرة أبو سليم كانوا مسالمين ولم يرغبوا عن سنة رسول الله، فما كان من أدوات النظام البائس إلا أن ألصقت بهم أبشع التهم كالإرهاب والخيانة والتطرف والزندقة. ضيق السجانون الخناق على المعتقلين، وتفننوا في إهانتهم وحرمانهم من جميع حقوقهم، ومنعوا ذويهم من زيارتهم، فما كان منهم إلا أن طالبوا بحقوقهم يوم الجمعة 28 من يونيو سنة 1996، واجتمع بهم من سمي بعد ذلك بعراب المجزرة، وهو المدعو عبد الله السنوسي وبعض زبانية الجذافي. وجاء الرد على مطالب المعتقلين في اليوم التالي في 29 من يونيو بشكل دموي، حيث قرر نظام الجذافي إنهاء مطالب السجناء بدم بارد بتصفية أكثر من 1200 سجين في غضون ساعات، وتم ردمهم بساحة السجن وإنشاء ملعب لكرة القدم الخماسية لطمس ملامح الجريمة. وبعد سنوات ظهرت القضية إلى السطح من جديد، وبدأ حقوقيون بالداخل والخارج وأهالي الضحايا في المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم، ولم تستسلم أسر الشهداء، وأصرت على التظاهر كل يوم سبت ببنغازي مطالبة بجثامين أبنائهم، فكانت هذه المذبحة القطرة التي فاض بها الكأس والشرارة التي أوقدت شعلة ثورة 17 من فبراير. واليوم وبعد مرور 6 أعوام على الثورة، يتساءل أهالي الضحايا عن سر تأخر صدور الأحكام بحق مرتكبي هذه المذبحة، رغم وضوح الأدلة وتوفر الشهود واعتقال معظم المتهمين.